المغرب في السنوات القادمة بتكون مركز لاستقبال حدث رياضي عالمي، ولا استبعد أن يكون هذا الحدث هو جزء من المونديال. هلا يوما ما المونديال بينعمل بالمغرب، بس امتى وكيفه اي سنه. الكلمه دي مهمه جدا عشان انت سبب المغرب نعم. في بس اي سنه يعني في يوم من الايام الله اعلم المونديال في المغرب، المونديال هيتعمل في المغرب صحيح يا رب ان شاء الله. على يعني هذا هو ملكة التوقعات برضه الايام. لا لا بلدين عربي كأس العالم للانديه ده حدث برضه كبير قوي. هو المونديال سيكون بالسنوات المقبله ببلدين عربي، المغرب والسعودية نعم إن شاء الله. المغرب والسعودية في يوم من الأيام في صح. سنة من السنين إن شاء الله هيتعمل يعني؟ فيهم كأس العالم قريب. الخبر حلو. في دولة عربية بتوصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022 صحيح؟ بقطر. بقطر نعم. هذا خبر حلو. هيدا خبر حلو.